السلام عليكم. اليوم في الشيوات امهات ان شاء الله راح ندير لكم لي بول دو ناج. هاد الحلوه هذه الحلوه بزاف عزيزه عليا، نحبها بزاف رغم انه عندي معها يعني ذكريات شويه حزينه، لكن نحبها. اليوم راح نديرها لكم. هاد الوصفه بزاف قديمه، يعني حنا كنا صغار كنا نديروها في دارنا، حبيت نديرها لكم اليوم. وصفه يعني سهله، ما فيهاش بزاف المقادير، لكن نتيجة روعة. وش راح نحتاج في هذه الوصفة؟ راح نحتاج لانوات كوكو، جوز الهند، هكذا باش يفهمونا الاخوات، هذا الابيض هو جوز الهند. راح نحتاج زوج كيلات تاع جوز الهند، اثنين الكيل تاع جوز الهند، وكيلة تاع السكر عادي. السكر عادي هنا بغي نص مغرف صغيرة تاع خميرة الحلوة، لافاني بودغ او ليكيد، او تقدري ديري لو زيست سيترون. لو زيست سيترون يعطيك واحد الكو اكسترا. هنا باش نلملع العجينه راح نسحق صفار البيض فقط، والبياض نخلوه باش نزينو به الحلوه. نبدا مباشره في طريقه التحضير. كما قلت لكم الطريقه سهله. اذا ندير لانوات كوكو اللي هي زوج كيلات تاع لانوات كوكو كما نشوفوا. اذا ندير لهم مغرف صغيره، يعني نص مغرف صغيره، ماشي مغرف صغيره، نص مغرف صغيره تاع لا ليفور خميره الحلوه. ونديرو اذا نخلط هاد المقادير مع بعض، وندير لهم الكيله تاع السكر. اذا زوج كيلات تاع جوز الهند مع كيلة تاع السكر، نخلطهم مليح، نخلطو النواش مع بعض. هنا صفار البيض ما نقدرش نعطيكم الكمية شحال، الآن نديرو صفار البيض حتى تلملنا العجينة. هنا على حساب الكيل اللي ديريه راح ياكلك صفار البيض. إذا نبدأ نحط في صفار البيض. بسم الله. اذا الصفار نديرو لهنايا، والبياض نحطو في الطبسي. نبداو بسم الله. اذا نحي البياض ونلم العجينه تاعي، نديرو الصفار حتى تلم العجينه. هنا ما نقدرش نعطيكم العدد بالضبط شحال من صفار، يعني على حساب الكميه تاع المات كوكو اللي ديروها، لكن صدقوني انها تخرج روعه هاد الحلوه. نتمنى انكم تجربوها. اذا انا في الاول راح نبدا بربعه صفار البيض ونشوف الى ما تلمتليش راح نزيد صفار البيض، واذا تلمت الله يبارك مش راح نزيد. اذا نبدا نخلط. ندير لافاني حوالي مغرف صغيره تاع لافاني، ونبدا نخلط. نخلطو طبعا باليد، نخلطو وحنا نلمو. هنا راح نحكي لكم يعني الذكرى اللي قلت لكم عليها، انها مؤلمه شويه، لانه انا عندي اخي يعني متوفي، يعني توفى في عمر الزهر كما نقولوا 27 سنه، كان يحب بزاف هاد الحلوه، لهذا قلت لكم انه هاد الحلوه بزاف عزيز عليا. يعني توفى في 2002، هذه مدة الله يرحمه ونرحمه كامل على الموتى تاوعنا في هذه الليلة المباركة. إذا أنا حنزيد لها الصفر تاع البيض ونشوف شحال كلات لي من صفر. إذا هنا نزلت ثلاثة صفر، وهذه الكمية تقطع لكم يعني كمية ما شاء الله. اذا كيفاش نعرفوا انه العجينه تاعنا تلمت؟ لازمش تكون جاريه باش ما تحناش في الكوشه. اذا كي تتلم بهذه الطريقه نحبسه. اذا ها هي العجينه تاعنا راهي واجده، ها هي تلمت. قلت لكم حلوه سهله. اذا نغسل يدي ونرجع لكم فيما بعد. اذا هنا حكمت ان بلاطو ندير فيها شويه تاع الفارينه باش ما تلصقناش الحلوه تاعنا،
بما انه فيها غير السكر والبيض والصفار البيض، اذا ندير لها شويه تاع الفرينه ونحكم هذيك النواة كوكو تاعي ونخدم كرات صغيره بهذه الطريقه كما رانا نشوف. ها هما الكرات، كرات صغار يعني شوفوا في يديا باش نعرفوا. انا ماشي راح نوزنهم، يعني عينكم ميزانكم. ها هما هنا الكبر كيما حبيتو تاع الحلوى تاعكم، لانه راح نزيدو نرمدوها راح تزيد تكبر بهذه الطريقه. تنكمل الحلوى تاعي كما قلت لكم، هذه الحلوى يعني تقطع، يا درتو كيل كبير راح ندير لكم كميه لاباس بها بهذه الطريقه هكذا. اذا راح نديرهم كامل، والفوق تاعي راه شاعل على 180 درجه. اذا نكمل الحلوى تاعي وندخلوها يعني حوالي ربع ساعه فقط، قسمة تنشف فقط ونحيها، نخلوهاش تطول بزاف في الفوق تاعنا، ونرجع لكم فيما بعد باش نكملوا الحلوى تاعنا ونكملوا لها الديكور تاعها. اذا هنا دخلتها للفوق حوالي ربع ساعه فقط، كي تمسي الحلوى تاعك تصيبيها طريه، يعني هنايا خرجيها ونخلوها حتى تبرد تماما باش نحوها من السنيوه تاعنا، ونلتقي معكم فيما بعد باش نكملوا التزيين تاع الحلوى تاعنا. اذا هنا الحلوى تاعي راهي طابت كما رانا نشوفوا، ها هي تنشف فقط ربع ساعه على 880 درجه، يعني 15 دقيقه تنحيها تبقى مازال طريه. في الاول تجيك يعني بزاف هشيشه، كي تكون سخونه خلوها حتى تبرد تماما باش تنحيها. ها هي بردت الحلوه تاعي. هنا واش راح نوجد؟ راح نوجدو يعني ان غلاساج، لكن كي شغل مورينغ، يعني نديروها خفيفه بزاف. انا هنا يعني ما فنديرها يعني عيني ميزاني، لكن اليوم راح نعطيكم الكيل يعني بالضبط. واش درت هنا؟ 2 بياض البيض، هذاك اللي بقاو لي نديرو 2 نديرهم على جهه يكون درجه حراره الغرفه. وانا حندير يعني حندير كاس تاع السكر كلاسي، الكاس اللي يرفد 240 مللتر، ونشوف الا احتجت اكثر راح نزيد، والا ما احتجتش يعني هذاك هو. اذا ندير له قرصه تاع الملح ونبدا نطلع فيه كوم اون مورين ونشوف. راه طلع لنا هنا. واش راح ندير؟ يعني طلعت لو بلون دوف تاعي، نبدا نزيد في السكر بالعقل ولو باتور يدور. اذا هنا نحبس، اذا 2 بياض بيض ندير لهم كاس تاع السكر كلاصي. هنا نحبس، شوفوا كيفاش هاي جايه يعني خفيفه الطليه تاعنا، يعني هذه يسموها كلاصاج رويال، لكن نحبوا نديروا شويه خفيف باش يجينا شابه. اذا ها هي الحلوه تاع الكلاصاج تاعنا. الان نبداو في الطريقه تاع التزيين تاع الحلوه تاعنا. اذا الان نبدا في طريقه التزيين تاع الحلوه تاعنا تاع لي بول دو نيج. واش ندير؟ اذا نحكم الحبه تاع الحلوه تاعي نديرها في لو كلاصاج بهذه الطريقه، ونحي هذاك الزياده هذاك بالفرشيطه بهذه الطريقه، ونديرو في لانوات كوكو في جوز الهند هكذا باش يفهمونا الاخوات اللي يتبعونا. هاد الحلوه روعه، هاد الحلوه نتمنى انكم تجربوها، لانها يعني تجي ما تتشبعش، خاصه لمحبي الجوز الهند. انا خليت هاد لي كيسات يكونوا صغار في اللون الابيض باش تجينا الحلوه تاعنا شابه، ابيض في ابيض،
وندير الحلوة تاعي في اللي كيسلت. ها هي الحلوة تاعي، شوفوا شحال شابة. نزيدو واحدة اخرى، شوفوا يعني الكلاصاج تاعنا شحال اون ميرينغ. اذا ندير الحبة تاعي في الميرينغ هذيك، حلوة سهلة يعني والله، غير ما تشتش اليد، ما فيهاش مقادير بزاف، لكن حلوة راقية، انا اعتبرها راقية بهذه الطريقة. سقموها بيدينا، من بعد راح تنشف هذيك الحلوة تاعنا، يجي القلب تاعها صفر وتجي من برا بيضة وتجي هشيشة. ها هي الحلوة تاعي. اذا انا حنكمل الحلوة تاعي كامل ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هما لي بول دو ناج بعد ما كملتهم، يعني قطعت لي كميه مليحه لابس بها حوالي 40 حبه. ها هما لي بول دو ناج تاعنا، خلوهم حتى ينشفوا مليح، يعني خلوهم هكذا على الهواء لانه تعتبر طليه هذه، خلوهم ينشفوا مليح باش نستهلكوهم. لكن انا فقط ما عنديش الوقت يعني خدمتهم الان في الليل، وعذروني اذا كانت الصوره رديئه شويه لاني صورت في الليل. حلو لكم الحبة في الوسط كيفاش دايرة، أنا قسمتها الحبة تجي في الوسط في اللون الأصفر وتجي من برا لون أبيض. هادو هما لي بول دو نيج، يعني كما قلت لكم وصفة قديمة بزاف هاد الوصفة، يعني محتفظة بها ونحب نعملها يعني كل عيد. نتمنى أنكم تعجبكم الوصفة تاع اليوم، وإلا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما عليكم غدوا لي جيم لا فيديو، تشاركوا في القناة، وإلى الملتقى إن شاء الله، وإلى اللقاء.